طيب حيكون معنا باحث في الاقتصاد السياسي الأستاذ أيمن عمر، نتكلم أكثر في موضوع التضخم في حالة ركود الاقتصادي ونشوف كده إيه الرؤية اللي ممكن إن احنا نتطلع ليها في الفترة المقبلة. أهلا بحضرتك أستاذ أيمن، يا رب تكون بألف خير. أستاذ أيمن حضرتك سامعني؟ أيوة سامعك تمام. أستاذ أيمن عايزين نبدأ الأول في هذا الموضوع اللي بنتكلم فيه من بداية الحلقة عن موضوع الركود الاقتصادي، حالة التضخم، انخفاض العملة المحلية أمام الدولار، وأيضا الموضوع اللي تحدثنا فيه في البداية فكرة طمأنة المواطنين بلا داعي، ولسه بنقول لهم أنه انتظروا موجة غلاء أكبر في الفترة المقبلة. ما هي أبرز ملامح التضخم والركود الاقتصادي في مصر في الفترة المقبلة تباعا بعد كل هذه المعطيات اللي احنا تحدثنا فيها؟ تفضل. هو مع ارتفاع أسعار الفايدة طبعا متوقع كل شيء يرتفع قيمته في السوق، لأنه إذا حضرتك استثماري في سلعة قررتي إن أنت هتحطي فلوسك في البنك هتاخدي فايدة أعلى، وبالتالي الاستثمارات في سلع وإنتاج حقيقي هيقل، وبالتالي الإنتاج هيقل، وبالتالي الأسعار هتزيد. كمان تكلفة الاقتراض على المنتج هتبقى أعلى، وبالتالي هيضيف ده للتكلفة، وبالتالي هيزود ده في سعر سلعته. يعني التاجر برضو اللي كان بيشتري حاجة من بره أصبح مع ارتفاع سعر الدولار بيشتريها بسعر أعلى، وبالتالي مضطر يبيعها بسعر أعلى من عشان يحقق فايدة، يعني عشان يحقق ربح أعلى من الربح اللي في البنك. لو هو مش بيحقق ربح أعلى من الربح اللي في البنك هيضطر يسحب فلوسه من السوق ويبطل إنتاج ويحط فلوسه في البنك. ولذلك كل التحليلات الاقتصادية الرصينة كانت بتقول إنه لا، ده مش وقت زيادة أسعار الفايدة أبدا. يعني ده غير إن الحكومة نفسها تعاني من التضخم ده، لأنه رفع سعر الفايدة 1% زود تكلفة فوائد الدين 50 مليار جنيه، وبالتالي ال 2% دول زودوا الـ الالتزامات الحكوميه في بند واحد اللي هو فوائد الدين حوالي 100 مليار جنيه، لان الحكومه هي اكبر مقترض محلي. غير كده التضخم ده بيأثر على السلع والخدمات اللي بتشتريها الحكومه لاجهزتها البيروقراطيه عشان تسير الامور يوميا، وبالتالي هنا في تضخم كبير، مع ان الاجور كمان ما زادتش نفس الزياده او حتى نص الزياده اللي زادتها اسعار السلع والخدمات. هنا برضو حتى مع زيادات البنزين وغيره، وبالنسبه للمشاريع اللي هي القوميه اللي بتتعمل دلوقتي والمشاريع الضخمه اللي بتتعمل دلوقتي واللي بتصرف عليها كتير جدا واللي اكيد بتستهلك جزء كبير جدا من اموال الدوله، حاليا في اصوات كتير جدا بتطالب ان احنا نوقف هذه المشاريع، ولكن الدوله شايفه ان لا، المشاريع دي مهمه وان المشاريع دي مشغله بعض الناس، بيتكلموا عن 40,000 شغالين في بعض هذه المشروعات القومية وغيره، أعداد مختلفة، يعني بيتكلموا عن أعداد مختلفة، بيقولوا إن دي مشاريع مهمة جدا. هل فعلا المشاريع دي ذات أهمية وممكن تعود في يوم من الأيام بشيء على المواطن؟ هو حاليا اللي بيحدد أهمية المشروعات دي هي الرئاسة فقط، وبالتالي ما هياش مهمة للدولة أو للحكومة المصرية أو للمواطن المصري، ما حدش حطها في الأولويات غير مؤسسة الرئاسة، وبالتالي حتى المؤسسات الاخرى في الحكم عندها بعض الاعتراضات. هنا بتظهر اصوات في الاعلام تقول لا، نوقف شويه المشروعات القوميه الكبرى دي ونبدا بقى مشروعات انتاجيه في الزراعه، في الاقتصاد، في الانتاج. ده بقى اللي انا عايز اسال فيه، هيبقى ايه الفرق بين مشروع انتاجي زي في الزراعه او في المصانع ولا غيره، وبين الفرق في مشروعات زي دي هما بيتكلموا انها بتشغل ناس برضه، فاتحه بيوت ناس، 40,000 واحد شغالين في المشروعات دي، ولا مش عارف كام الف واحد شغالين في المشروعات دي، هيبقى ايه الفرق بين ده وده؟ لو حضرتك بتصرف 100 مليار جنيه على مشروع قومي ما بيشغل 40,000 واحد، فنفس ال 100 مليار جنيه دي لو صرفتها على استصلاح اراضي او على قطاع الزراعه بشكل عام ممكن تشغل 4 مليون بني ادم ببساطة، مش 40,000 واحد. وبالتالي دي يعني الزراعة معروف انه نشاط كثيف العمل مش كثيف رأس المال. انما القطاع العقاري الحديث اللي بيبنى ابراج عالمية بتيجي شركات بتقنيات عالية جدا، دي مشروعات كثيفة رأس المال، ما هياش كثيفة العمل. يعني العاصمة الإدارية كلها احنا بنتكلم في 40,000 واحد مثلا، لا، انما ان لو نفس الرقم ده اللي انت صرفته في العاصمه الاداريه الجديده وهو بمئات المليارات صرفته على قطاع الزراعه كنت غيرت حياه كل المصريين تماما، كنت وفرت سلع ارخص للمصريين، كنت وفرت فرص عمل مستديمه لملايين المصريين،
كنت وفرت فرص عمل غير مباشرة وإنتاج زراعي وإنتاج في لسلع وسيطة يعني أكبر بعشرات المرات من أثر مشروع زي العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة. وبالتالي يعني هنا الأولوية ما هياش قصة صراع مع النظام السياسي، وإنما قصة أولويات في خلق فرص عمل. أي القطاعات بينتج فرص عمل أكتر؟ يعني قطاع الصناعة كمان، لو افترضنا أن هذه الاستثمارات تمت في قطاع الصناعات الوسيطة كان زماننا دلوقتي مثلا بنستورد حوالي 30-40% من حاجتنا من الخارج بدل ما بنستورد 70% مثلا، وبالتالي كانت تكلفة الاستيراد كانت انخفضت بشكل كبير، وبالتالي سعر العملة كان تعزز بشكل كبير يعني. إنما هنا لما يبقى شخص واحد أو مجموعة أشخاص محددة بتحدد أولويات الدولة في كم مشروع قومي عشان نعمل صورة قدام الخارج أو نبهر الخارج أو نقول إن الفترة دي تم فيها مشروعات سين وصاد وعين الكبيرة قوي دي، فإحنا بالنهاية إحنا بنعطل عجلة الاقتصاد الإنتاج الحقيقي يعني. وده اللي حصل، ودي جوهر الأزمة اللي بتعاني منها مصر طيب، كمان. إحنا دلوقتي بنواجه خليني أزمة في اتفضل. الرز وفي اللمح يعني، ودي كبيرة يعني. طيب خليني اسال حضرتك برضه يا استاذ ايمن، بالتوازي مع كل هذه التفاصيل، اتكلمنا الفتره اللي فاتت عن بعض النوايا او بعض اطراف في النظام، تحدثوا عن انه يجب ان تتم جدوله الديون عن طريق نادي باريس ما دام ابتدت الدوله ان هي تدخل على حافه الافلاس بهذه الطريقه، غير قادره على سداد الديون، غير قادره على سداد القروض. واتكلمنا برضو عن الاستراتيجيه الجديده اللي ممكن او الشروط الجديده في موضوع بيع عدد من الاصول لمحاوله يعني توثيق او محاوله التماشي مع شروط صندوق النقد. كل هذه التفاصيل تتناقض ايضا مع فكره استمرار الدوله في اخذ المزيد من القروض. اذا ما الحل؟ يعني سنظل في حاله الركود الاقتصادي، في حاله التضخم، ما دامت الدوله تحصل على قروض حتى تسد قروض أخرى؟ والله هو حضرتك لو دولة جادة فعلا في موضوع إعادة هيكلة الديون أو طرح القصة دي على دول نادي باريس ما كانتش هتلجأ لديون جديدة يعني عشان تسد الديون القديمة، كانت هتتوقف كده وتحدد أولوياتها وتقول والله إحنا الديون في الفترة اللي فاتت ما جاتش علينا بأثر إيجابي، وبالتالي إحنا محتاجين نعيد جدولة هذه الديون. انما انت النهارده بتتفاوض على ديون جديده سواء من البنك الاسلامي للتنميه او من البنك الاوروبي لاعاده الاعمار او من صندوق النقد الدولي، وفي النهايه بتقول ان انت عايز جدول الديون او عايز تخفض الديون كنسبه من الناتج. فالحقيقه ده لا، انت لو عايز تعمل ده على الاقل محتاج تعمل طفره في الناتج نفسه، وبالتالي تعيد اولويات الاستثمار نفسه دي لقطاعات انتاجيه، لقطاعات صناعيه زراعيه وخلافه. انما انت بتستدين عشان تدفع فوائد ديون، فالحقيقه لا، انت بتفضل تستدين الى ما لا نهايه. هنا محتاج تتوقف في مرحله معينه وتشوف الخبراء الاقتصاديين الموجودين داخل وخارج النظام اللي بيطرحوا بدائل حقيقيه، وتقول لا والله احنا هنعيد جدوله الامور الاقتصاديه وهنعيد ترتيب الاولويات بشكل افضل طيب وبشكل اقل تكلفه طيب حتى لضمان بقاء بخصوص النظام السياسي الاولويات يا نفسه استاذ يعني. ايمن، يعني بخصوص الاولويات، يعني احنا عندنا دلوقتي مثلا في عندنا مشكله كبيره جدا في حكايه السكك الحديديه، ودي ازمه فعلا بتؤدي بعد كده لحوادث، وبنشوف ناس كتير ماتت في حكايه السكه الحديد. فبنشوف ان الحكومه بدات تاخد قروض عشان تجيب عربات جديده، ودلوقتي احنا عندنا صفقه مع سيمنز هي تعتبر الاضخم من نوعها على مستوى العالم عشان ينشئوا خط سكه حديد سريع. ده المفروض هيحصل داخل مصر. ازاي الحكومه طيب هتفصل بين حته انها لازم تطور السكه الحديد وبين حته انها دي مش اولويه حاليا لان هي مش مشروع منتج؟ طيب مبدئيا كده مشروع زي مشروع القطار السريع ده هو مشروع اولويه وطرح منذ سنوات، من 2010، من قبل 2010، ل يعني اعاده انتاج خطوط سكك حديديه جديده تتوازن مع سكان مع زياده سكانيه يعني، تمام، والضغط على المواصلات العامه. فالقطار السريع ده مطلب رئيسي كان موجودا قبل الثوره وبعدها، واي انسان عقلاني قد يدعمه. وبالتالي احنا ما بنتكلمش عن انه الموضوع ده ضروري ولا مش ضروري، هو الموضوع ده اصلا تاخر يعني. لو كنا اعطينا مشروع زي ده اولويه عن العاصمه الاداريه الجديده او العالمين الجديده مثلا، كان الموضوع ده انتهى من 2014 لحد النهارده 8 سنين، كان ممكن ننهي هذا الموضوع وبتكلفه اقل مثلا، انما احنا اجلناه فالتكلفه زادت.
فالحقيقه يعني الجدل حوالين هذا المشروع تحديدا يعني ما هوش جدل صحي. يعني احنا محتاجين قطارات سريعه، مش معقوله نبقى في 2022 والمواطن المصري يروح من القاهره لسوهاج في 14 ساعه مثلا، ولا من القاهره لاسوان في 18 ساعه، ونقول ان احنا بنعطل انظمه التحكم الالي في القطارات عشان السرعات وعشان الاصلاحات وغيره. مطلوب إعادة هيكلة قطاع السكة الحديد. ولكن هل هيبقى لهذا المشروع، مشروع القطارات السريعة، خصوصاً هم بيفكروا دلوقتي يربطوا المدن الساحلية في البحر الأحمر مع المدن الساحلية في البحر الأبيض المتوسط، هل المشروع زي ده هيبقى ليه جدوى؟ يعني هو بعض الناس بتتكلم عن فكرة إن هو ده هيحسن حتى التجارة وهيبقى أفضل، فهل المشروع زي ده ممكن نركز فيه ليه جدوى؟ ولا برضو دي حاجة من الحاجات اللي المفروض تتركن دلوقتي لغاية لما نعمل مشروعات إنتاجية؟ بلغى في تقدير العوائد والفوائد بتاعة المشروع. يعني المشروع بتاع العين السخنة العلمين الجديدة ده في الحقيقة ما هوش أولوية. يعني لو أنا هختار أو لو المواطنين المصريين هيختاروا أنهي الخطوط، أي خط يبقى ليه أولوية، كان هيبقى خط سريع من أسوان الإسكندرية مثلا فقط، مش هيبقى نربط مثلا مدينة العلمين الجديدة بالغردقة ولا بالعين السخنة، لان في النهايه اللي بيروح سياحه ده عنده سياره خاصه، يعني في الاخر يقدر يتحمل تكلفه الانتقالات. كمان المدن دي غير مأهوله، يعني احنا بنتكلم في مدن غير مأهوله تماما، يعني العين السخنه، العلمين الجديده، مش هيعيش فيهم 1% من المصريين. انما لما نتكلم على خط من اسكندريه لاسوان، في 100 مليون مصري عايشين على هذا الخط، وبالتالي في احتياج رئيسي لهذا الخط. اعاده ترتيب الاولويات داخل كل قطاع امر مهم طبعا وضروري، يعني لو اتعمل بالتوازي بخطط مدروسة كويس ممكن يبقى مار بمحافظة زي الوادي الجديد، ويخلق فرص عمل ويخلق فرص استثمارات زراعية وصناعية على جانبيه. طبعا المشروعات دي طرحت في أكثر من حكومة، إنما الفكرة هنا هل أنت بتعمله بالدين؟ لو بتعمله بالدين لا معلش، يبقى نقدر نأجله في الفترة الحالية، نقدر نأجله. لو أنت ناوي تعمله بالدين وبتكلفة دين عالية جدا ومش بمناقصة، أنت بتقول تخصيص بالأمر المباشر لسيمنز، ما احنا ما عملناش مناقصة مثلا، يعني بل يقال أن كان في شركات صينية طرحت على الحكومة أنها تعمله بتكلفة أقل وده ما تمش. وهنا بقى يثير تساؤلات وشكوك حول يعني شفافية هذه الصفقات ومدى دي مشكلة تانية عندنا فعلا. دي مشكلة كبيرة جدا عندنا. أستاذ أيمن عمر الباحث في الاقتصاد السياسي، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معنا.